انا نقول تكون عندنا سلطه دو فروي فوالا هكا خممت الشيف ميسوم حنا رانا جايين ونقول لك ان شاء الله تكون عرضه وعليها الكلام. دونك هذا هو الديسير تاعي، كنت درت لهم بسبوسه بكريمه دبلومات. او ديسير بابا، اول مره نشوف بسبوسه عندها دبلومات. سا ديبون واش من الدبلوم، كاين تاع خياطه كاين بيروتيك، وحبه بيض وثلاث مغارف سكر. كنت درتهم بارد في بارد، وكنت درتهم فوق النار حتى عقدوا. بعد ما عقدوا خليتها بردت، كي بردت ضفت لها ثلاث ملاعق. كيفاه حكايه هذا الديسير؟ وعندي البسبوسه كيفاه كنت خدمتها، كنت درت زوج حبات بيض، 100 غرام سكر، 100 غرام زيت، 100 غرام حليب، 200 غرام سميد رطب. هذه هي البسبوسه تاعي، وكنت زينتها كيما راكم تشوفوا بشانتيي بدي غوزاز، وكنت درت لها كيما راكم تلاحظوا شويه بيستاش وشويه مكسرات. وهنا حندير لها لمسه، هنا كنت حضرت هذا المعجون تاع الرنج، نزيد لها كلمسه. لحد الان كل الشباب من لونطري حتى الديسير، وانفان ضيافنا راه ملحقوا وشويه هكذا راح نعرفوا رايهم في المنيو اللي وجدته اليوم نجات. ايا مرحبا، اخر عرضه تاع الاسبوع والدخله بالورود. مرحبا مرحبا.